اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 20 دجنبر 2018 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون يتضمن قانون التسوية النهائية لميزانية 2016، مشروع قانون يتضمن قانون التسوية النهائية لميزانية 2017، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 7 بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والإشغال والنقل والصيانة لصيانة شبكة الطرق الوطنية للفترة ما بين 2019-2021، مشروع قانون يتعلق بالمدونة العامة للضرائب. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسم التالية: مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة ناخبين من أجل انتخاب نواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج. مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف الإنتاج المتعلق بالمقطع C15 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 11 دجنبر 2018 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال A&B موريتانيا بلوكس DWBV. مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على عقد الاستكشاف الإنتاج المتعلق بالمقطع C31 من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 11 دجنبر 2018 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال A&B موريتانيا بلوكس DWBV. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب العيون. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. وقدم وزير شؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الاقتصاد والمالية، ديوان الوزير المكلف بمهمة إبراهيم ما حاصل على شهادة الماستر 2 في المالية والمحاسبة. وزارة التنمية الريفية، ديوان الوزير المكلفين بمهام السادة ماما والبيبتا مكلفا بمهمة في وزارة الزراعة سابقا، حسني والباسيد مكلفا بمهمة في وزارة الزراعة سابقا، محمد والبابا والقي مكلفا بمهمة في وزارة البيطرة سابقا. المستشارين الفنيين، مستشار فني مكلف بالتكوين والبحث السيد سيدي محمد وللقاسم مدير المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي سابقا، مستشار فني مكلف بالاستصلاح الريفي السيد محمد والعبد الله مستشار في وزارة الزراعة سابقا، مستشار فني مكلف بالشعب الزراعية وحماية النباتات السيد صو موسى مامادو مستشار في وزارة الزراعة سابقا، مستشار فني مكلف بالإنتاج والصحة الحيوانية السيد محمد يحيى اللباه مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية سابقا، مستشار فني مكلف باللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل سيلس السيد محمد والنمين مستشار في وزارة الزراعة سابقا. المفتشية الداخلية، المفتش العام السيد الجاول للشيخ بويا مفتش عام في وزارة الزراعة سابقا، المفتشين فاطمة بنت مراد مفتشة في وزارة الزراعة سابقا، السيد نور الدين والعبد الفتاح مفتش في وزارة الزراعة سابقا، السيد محمد والعريبي مفتش في وزارة الزراعة سابقا، السيد مولاي محمد والمولاي أحمد والداي مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة سابقا، السيد جمال والكبود مدير عام شركة مسالخ نواكشوط سابقا، السيد أحمد سالم تياها لومان مفتش في وزارة البيطرة سابقا.
المديريات المركزية، مديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم، المدير السيد عبد الله والبابة مدير الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم في وزارة الزراعة سابقا، المدير المساعد السيد محمد السالك والحميدة مدير مساعد لإدارة الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم في وزارة الزراعة سابقا، مديرية الإحصائيات والمعلومات الريفية المدير السيد الطالب علي والطالب أحمد مدير الإحصائيات والمعلومات الزراعية في وزارة الزراعة سابقا، المدير المساعد السيد أحمد الإبراهيم والفيدار مدير مساعد لإدارة الإحصائيات والمعلومات الزراعية في وزارة الزراعة سابقا، مديرية تنمية الشعب والإرشاد الزراعي المدير السيد باب أحمد واليعقوب والنقرة مدير المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية سابقا، المدير المساعد سيدي والبوبة والبخاه مندوب جهوي لوزارة الزراعة في ولاية تير الزمور سابقا، مديرية تنمية الشعب الحيوانية والنظام الرعوي المدير السيد أحمد سالم والسيدي محمود مدير البرامج والمتابعة والتقييم في وزارة البيطرة سابقا، المدير المساعد السيد سلم عبداتي مدير مساعد لإدارة البرامج والمتابعة والتقييم في وزارة البيطرة سابقا، مديرية الاستصلاح الريفي المدير السيد سيدي محمد والمخيطير مهندس رئيسي في الهندسة المدنية رئيس مصلحة الدراسات ومراقبة النظم في إدارة الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة سابقا، مديرية المصالح البيطرية المدير السيد دومبيا بابا مستشار في وزارة البيطرة سابقا، المدير المساعد السيد عبد محمد دوسيدي مندوب جهوي لوزارة البيطرة في ولاية نواكشوط الشمالية سابقا، مديرية الشؤون الإدارية والمالية المدير السيد بابا والشيخ سيد أحمد مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة البيطرة سابقا، المدير المساعد السيد أحمد دول ملقب يحيى والسيدي مدير مساعد لإدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة سابقا، المؤسسات العمومية المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية المدير السيد سيدي واللعلي والمنوم مدير تنمية الشعب والإرشاد الزراعي سابقا، المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية المدير السيد محمد لمين والحكي مستشار في وزارة البيطرة سابقا، المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور الآكلة للحبوب المدير السيد سيد أحمد والمحمد مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد سابقا، المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي المدير السيد سيد الخير والطالب خيار مدير عام مزرعة تمبوريا سابقا، مزرعة تمبوريا المدير العام السيد المصطفى والوافي مستشار في وزارة الزراعة سابقا، شركة مسارخ نواكشوط المدير العام السيد محمد فال واليربة المفتش العام لوزارة البيطرة سابقا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ديوان الوزير المكلفون بمهام محمد لمين أحمد زيدان محمد والملاي محمد سليمان حيب الله المستشارون المستشار قانوني حاتم محمد المامي المستشار مكلف بتقنيات الإعلام والاتصال محمد أحمد والمحمد عبد الرحمن مستشار مكلف بشراكة في مجال تقنيات الإعلام والاتصال طالب محمد وللحاج المستشار المكلف بالمتابعة والتقويم أمادو جي كونتي المستشار مكلف بالتنسيق التربوي أمادو تيجان جا المستشار المكلف بالتعاون الدولي محمد لمين والحمادي مستشار مكلف بالاتصال القاضي والمحمد عينينا المفتشون المفتش العام الحسن عمر بلول المفتش المكلف بمتابعة المؤسسات العمومية والخاصة محمد المختار والمحمد الملقب أكار المفتش المكلف بمتابعة وضع استراتيجيات وبرامج عمل القطاع بوه الأعمر المفتش المكلف بالمراقبة الإدارية ومراقبة التسيير سيد أحمد والرزيزيم المفتشة المكلفة بتقنيات الإعلام والاتصال فاطمة متبوبوط
المديريات المركزية: مديرية التعليم العالي المدير محمد فاضل ديدا، مديرية ترقية التعليم العالي الخصوصي المدير أحمد دون عبدي، مديرية البحث العلمي والابتكار المدير الطالب خيار الشيخ محمد لمين، المديرية العامة لتقنيات الإعلام والاتصال المدير محمد لمين والصالحي، المديرة المساعدة زينب منتبونة، مديرية الإدارة الإلكترونية المدير الشيخ عمار أليمان لي، مديرية أنظمة المعلوماتية المدير محمد والبوبة، مديرية البنى التحتية والتطوير والإيقاظ التكنولوجي المدير حسن والبابة، مديرية تشريع تقنيات الإعلام والاتصال مديرة تعلي سالم، مديرية المصادر المعلوماتية المدير إبراهيم محمد نوح الشيخ الصوفي، مديرة الاستراتيجيات والبرمجة المدير محمد الدوبنوق بنوق، مديرية المصادر البشرية المدير المختار والجيلاني، مديرية شؤون المالية والممتلكات والصيانة المدير بيبني أحمد بابو، وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، ديوان الوزير المكلفون بمهام أحمدناه واللبليل يحيى والأحمدو مامدو أمدو با، رقية محمد لمين المكلفة الملقبة مغلاها منت الليلي كاتبة صحفية، محمد محمود والمحمد أحمد، عمر والعابدين سيدي محمد لمين واللي فكو، المستشارون الفنيون المستشار الفني المكلف بشؤون القانونية البو والرئيس، المستشار الفني المكلف بالعمل الثقافي والفنون محمد والحضانة، المستشار الفني المكلف بالتراث الثقافي محمد المختار والسيد أحمد، المستشار الفني المكلف بصناعة التقليدية والحرف عبد الله والإمام، المستشار الفني المكلف بالاتصال المؤسسي محمد والخيار، المستشار الفني المكلف بالعلاقات مع البرلمان خديجة متهنون، المستشار الفني المكلف بالعلاقات مع الإعلام الخاص محمد محمود والأبو المعالي صحفي، المستشار الفني المكلف بالمتابعة والتقييم العينين والمحمد لمين، المفتش العام سيدي عبد الله والبخاري، المفتشون المفتش المكلف بالثقافة مصطفى والمحمد محمود، المفتش المكلف بالتراث مية من تحمادي، المفتش المكلف بالصناعة التقليدية مالي من سيدي، المفتش المكلف بالعلاقات مع البرلمان جابرة بكري حمادي، المفتش المكلف بالاتصال أحمد الشيخ مزيد كاتب صحفي، المحافظة الوطنية للتراث والثقافة المحافظ النامي والصالحي لإدارات المركزية، مديرية العمل الثقافي والفنون المدير وليد الناس والهنون، المدير المساعد محمد والبادي، مديرية الكتاب والمطالعة العمومية المدير يمدو والمحمد عبد الرحمن، المدير المساعد تربة من تعمار، مديرية الصناعة التقليدية والحرف المدير عابدين والباب أحمد، المدير المساعد الحسين والمختار، مديرية العلاقات مع البرلمان المدير المساعد بابا والسيداتي، مديرية الاعتمادات والعلاقات مع الصحافة المدير المساعد أحمد والعيسى، مديرية تنمية الاتصال السمعي البصري المدير المساعد بوه محمد الحبيب السباعي قانوني، مديرية تطوير الإعلام الإلكتروني والمحتوى الرقمي المدير المساعد محمد السالك محمد اللب قانوني، مديرية الدراسات والتخطيط والبرمجة المدير مختار محمد فاضل، المدير المساعد جلو إدريسا قانوني، مديرية التعاون والعلاقات الخارجية المدير المساعد سيدي محمود والسالم فال، المؤسسات العمومية اللجنة الوطنية لتربية وثقافة والعلوم الأمين العام إسماعيل والشعيب، الأمين العام المساعد كان أليمان، المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة المدير محمد عدنان أحمد سالم بيروك، المكتب الوطني للمتاحف المدير كان مامدو هادية، المدير المساعد الدو والبنيوق، المكتبة الوطنية المديرة بنت منت الخالص، المدير المساعد محمد والحمودي واللندا، المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال الثقافة والتراث المدير يبا والشيخنا، المدير المساعد بشيري والمحمد.
إذا مشاهدينا الكرام، كان ذلكم نص بيان البيان الاختتامي لمجلس الوزراء هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.